المملكة العربية السعودية فيما يتضح لي ولكثير من المراقبين ليس لها خط مباشر مع علي عبد الله صالح، أو ربما أنها فاوضت الحوثي أكثر ورفضت علي عبد الله صالح، لأنه علي عبد الله صالح نكث بالعهود التي والالتزامات التي قدمها للقيادة السعودية، ولم يعد مصدر ثقة بالنسبة للقيادة السعودية. وأعتقد أنه إذا كانت هناك اتصالات كما تفيد التقارير فهي مع أبو ظبي، ولكن على كل حال هو نفى أي اتصالات له مع أبو ظبي، وأنا متأكد أنه لا يوجد اتصالات سعودية مع علي عبد الله الصالح بالذات. ولذلك علي عبد الله الصالح في تقديري أنه يعيد تأهيل نفسه، أو لا توجد ثقة لدى الرياض بأن يكون لديهم تواصل مع علي عبد الله الصالح، لكن ربما تواصل مع الحوثي موجود. هل الرياض كيف تنظر لتواصل أبو ظبي؟ يعني ماذا تريد ربما من هذا؟ يكون هناك توزيع أدوار أخي الكريم، يعني تعرف الموضوع في هناك جمود عسكري في الواقع، يعني التطورات العسكرية حتى الآن متقدمة بالنسبة للحكومة الشرعية ولكنها بطيئة، ولذلك أنا أعتقد أنه يعني التطورات في الميدان السياسي ربما أنها تحرك الموقف الجامد عسكريا، وخاصة أنه هناك أزمة إنسانية ضاربة في اليمن وتحتاج إلى تعاون كافة الأطراف. أنا أعتقد ولا أستبعد وجود اتصالات جانبية بين الأطراف الصراع. هل التحالف ينتظر من علي عبد الله صالح تقديم مبادرة سياسية، أم ينتظر منه دور آخر ربما يتعلق ويقلص من حجم الحوثي؟ سؤال أخير في أقل من دقيقة لو تكرمت. أنا أعتقد إنه العلاقة فض الشراكة مع الحوثي هذا مطلب رئيسي من على علي عبد الله صالح، واستحقاق إذا كان يريد لتاريخه السياسي أن يتواصل، لأنه هو انتهى سياسيا، ولكن ربما هو يريد لعائلته أن تستمر وتعوم سياسيا. هذا يتطلب من فك الشراكة مع الحوثيين. التحالف كيف ينظر لمستقبل عائلة صالح السياسي؟ حتى الآن الأمر ليس واضح، إنما هو سيتضح في حوار اليمنيين مع بعض. أنا متأكد أن المملكة العربية السعودية لن تفرض على الشرعية اليمنية أي طرف من الأطراف الانقلابية، ولن تلزمها بشيء. هذا متروك للحكومة الشرعية وللحوار الوطني اليمني، وأنا أعتقد أن المرحلة الآن هي تقويض استقرار الانقلابيين وتفكيك تحالفهم، ويتوافق ذلك مع ضعضعة القوى العسكرية لهم. شكرا جزيلا لك أستاذ سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من الرياض.